تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بأخي حسان. أهلا، تفضل اجلس. كيف حالك؟ الحمد لله. اشتقت إليك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بكم هذه؟ لحظة. بكم هذه؟ هذه بدينار. أعطني واحدة. أعطني الدينار أولا. تفضل، بارك الله لك. أهلا بك يا حسان. أين الصبي الذي كان يعمل هنا؟ طردته. لماذا؟ لأنه كان يأخذ راتبا كبيرا، وهو في الحقيقة لا يساعدني في شيء يذكر. ولكنه كان يبيع للناس البضائع، وأنت تجلس هنا في هيبة ووقار. هيبة يا أخي، لم يعد للهيبة والوقار قيمة. كيف؟ هذا الزمن هو الزمن النقود، ولا شيء غير النقود. بمناسبة النقود، أنت تعرف أني على وشك الزواج. أنا أعرف أنك تحتاج للنقود، ولكن يا أخي وأسفا، الحال كما ترى. لكني محتاج للمال، فماذا أفعل؟ اطمئن، اطمئن يا حسان، لن أتخلى عنك أبدا، فأنت أخي الوحيد، وميراثك من والدنا عليه رحمة الله عندي لأتاجر لك به. اطمئن، سوف أعطيك المال اللازم للزواج، حتى لو اقتضى الأمر أن أستدين. تستدين؟ نعم. يبدو أنك لا تعلم يا حسان الحالة المتردية التي وصلنا إليها. صدقني، صدقني يا حسان، أنا لم أطرد هذا الصبي الذي يعمل عندي إلا لأني لا أستطيع أن أدفع راتبه. لهذه الدرجة؟ حسان، أرأيت كل هذه الدنانير؟ لا تغرنك، فهي ذاهبة لأصحابها. ومن هم أصحابها؟ التجار الذين أقرضوني كي لا أعلن إفلاسي. كيف وصل الأمر إلى هذا الحد بعد أن كان الخير عندنا كثيرا؟ دعك من هذه القضايا حسان، استعد هذا المساء كي نذهب إلى التاجر سعد. تاجر سعد؟ نعم. لماذا نذهب إليه معا؟ كي أقترض منه المال. ولكني لا أعرفه. أنت لن تتحدث بشيء، أنت تجلس وتسكت، أنا فقط الذي أتحدث. اتفقنا؟ اتفقنا. Thank you.
تفضل. شكرا. شكرا لك، شكرا لك يا سيدي. ها، لم تخبرني حتى الآن كم تريد بالضبط يا حارثة؟ أنا لن أفرض عليك رقما بعينه، أعطني أنت ما تريد. أنت جئت تقترض، والمقترض هو أعلم الناس بما يحتاج. يا سعد، أنا لا أحب الاقتراض أبدا، وصدقني هذه هي المرة الأولى التي أفعلها في حياتي. ولكن ماذا نفعل؟ إنه الاضطرار. فلولا ظروف زواج أخي حسان، ولولا أنني شقيقه الأكبر، ما اقترضت المال أبدا. الناس للناس يا أخي، ووقوفك مع أخيك في أمر زواجه نبل منك يستحق كل مساعدة وتكريم. أعدك يا سعد بأنني سأعيد المبلغ الذي سآخذه منك في الموعد المحدد الذي سنتفق عليه. ها، حتى الآن لم تخبرني بالرقم الذي تريده. أعطني أنت ما تجود به نفسك. أنت تقترض لا تشحذ. نعم نعم، هذا صحيح، ولكني أقسمت بالله العظيم ألا أحدد مبلغا بعينه. أنا أخاف أن أحدد لك هذا المبلغ ولا يكون عندك، فتضطر حينئذ إلى اقتراضه أو أخذه من تجارتك. لهذا يا سعد يجب أن تعطيني أنت ما تريد. أنت تضعني بهذا الشكل في مأزق يا حارثة. ليس مأزقا يا أخي، فهذا الشاب يريد نفقات الزواج التي لا أملكها الآن، وأنت يا سعد ما شاء الله بما لديك من خبرة واسعة وتجربة طويلة تعرف كم تساوي هذه النفقات. يكفيك 500 دينار؟ 1000 دينار. أعتقد أن التكاليف لن تقل بأي حال من الأحوال عن 1000 دينار. ومتى تريدها؟ الآن. ومتى؟ سأردها بعد هلالين من الآن. أنا لم أكن أريد أن أسألك عن موعد السداد. عن أي شيء إذن كنت تريد سؤالي؟ عن موعد زواج أخيك. الخميس القادم إن شاء الله. هذا كلام صحيح. حتى العريس عليه أن يتم وعده الذي وعد به عروسه كي لا تهجره. هذا صحيح، والشاعر يقول في هذا: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. إنك كاذب. هذا صحيح، هذا صحيح. أستأذنكم، في أمان الله. أهلا بك يا ابن أحمد، وقد شرفتنا بحضورك. بارك الله فيك، زواج مبارك إن شاء الله، وفقكم الله وجمع بينكما على خير. شكرا لك يا ابن أحمد. نستودعكم الله. أهلا بك، في أمان الله. أهلا وسهلا. اجلس يا أجلس. مبارك مبارك يا منيا، كم أنا سعيدة لأنك ستكونين زوجة شقيق زوجي. وأنا أيضاً سعيدة لأنني سأكون قريبة منك. ستكونين قريبة مني وقريبة أيضاً من جميلة، إنها صديقتي. وهل أستطيع أن أصبح صديقة لها؟ من أرحب بك يا منيا صديقة وأخت عزيزة لي. من؟ افتح يا رجل، من من بيتي غيرنا؟ افتح يا حارسة. انتظري يا هالة، انتظري انتظري. انتظري، انني ابدل ملابسي.
أين تلك الملابس التي كنت تبدلها؟ هلا، ماذا جرى لعينيك؟ ألا ترين هذه العباءة؟ تغلق باب الحجرة لكي تغير العباءة. المهم، أنا لا يهمني صدقتي أم لا تصدقين، لا يهمني. المهم، أين الطعام الذي سنرسله إلى حسان؟ طعام؟ نعم طعام. 3 أيام ونحن نرسل لهم الطعام، ألا يكفي ذلك؟ يا حارثة، إنك لم تتفق مع أخيك على أسلوب معيشته. على أسلوب معيشته؟ ماذا تقصدين؟ أقصد إن له حقا في أمواله، في ميراثه. إنني أديرها له. إذن اعطيه العائد. عندما تحقق ربحا سأعطيه إياها. يا حارثة، إنه أخيك، سيقول لك أين الميراث، أين الأموال. يجب أن يبحث عن عمل. يبحث عن عمل؟ نعم نعم يا هالة، يجب أن يبحث عن عمل. أنا لا أوافق أن يعيش عالة علي، وسوف أحدثه في هذا الأمر لاحقا. وهو سوف يحدثك عن أمواله، عن ميراثه. هل تظنين ذلك؟ بكل تأكيد، هذا ما سوف يحدث. إذن فلنرجئ هذا الحديث لاحقا لاحقا. أعطيني النقود لكي أشتري الطعام، الطعام. النقود؟ ليس الآن لدي نقود. ها، انظري، ليس لدي دينار ولا درهم. ماذا أفعل إذن؟ هلا، ما رأيك لو اقترضت من... أقترض؟ ولماذا أقترض؟ لأنه لا مال لدينا. لا مال لدينا؟ هذه هي الحقيقة يا هالة، فأنا منذ سنة ويزيد وتجارتي تتعرض لخسائر فادحة. نعم، حتى اضطررت للاقتراض من هذا وذاك، فزادت مطالبي وكثرت مطالباتي، وأسأل الله أن يسدد عني ديني يا رب. هلا، اذهبي إلى جميلة واقترضي منها 10 دراهم. ولكن يا حارثة. يا هالة يا هالة، الدنيا أخذ وعطاء. وتذكرين، تذكرين كم أقرضت الناس في الماضي، وكم أقرضت معظم التجار وجيراني، حتى ابن أحمد نفسه اقترض مني ذات يوم 100 درهم، وحتى الآن أنا لا أدري إن كان قد ردها أم... أم ماذا يا حارثة؟ أنا لا أذكر أبدا أن ابن أحمد اقترض منك. ومن المؤكد إن كان قد اقترضها فقد ردها لي. وأنت أيضا يا هالة، أنت أيضا سوف تردين لجميلة المبالغ الذي سوف تقترضينها منها. لماذا تقفين هكذا؟ هالة، أتظنين أن الاقتراض من الناس فيه إساءة لك؟ كما قلت لك، الدنيا أخذ وعطاء. بالأمس نعطي، واليوم نأخذ، وغدا سنعطي. هيا هيا، اذهبي إلى جميلة واقترضي منها 10 دراهم. هيا هلا هلا، أقول لك اقترضي منها 30 درهما، حتى لا تضطري للاقتراض منها مرة أخرى. لكنني يا حارثة لم أرد لها 50 دينارا التي طلبت مني أن أقترضها منها. كان ذلك قبل 2 شهر يا هالة، ولكن سنسدد لهم أموالهم مرة واحدة. متى نسدد الدين؟ بعد هلالين من اليوم. حارثة، لا أريد أن أخلف معها موعدي. لا، اطمئني يا هالة، اطمئني اطمئني، هذا لن يحدث، لن يحدث معي أنا بالذات. أستودعك الله يا منيا. إلى أين أنت ذاهب يا حسين؟ سأذهب إلى أخي حارثة كي يجد لي حلا. كان يجب أن تتفق معه على الحل قبل زواجنا. لا عليك يا منيا، فأبسط الأمور أنه سيعطيني ميراثي. أرجو أن تسأله من أين أتى لنا بهذا الأثاث الذي يتحطم دائما. إن شاء الله. تفضلي، 30 درهما كما طلبت. لا أدري بأي الكلمات
أشكرك يا جميلة. لا شكر بين أخت وأختها. لولا الحاجة ما طلبت منك هذا المال. الحاجة؟ نعم، إن زوجي يمر بضائقة مالية، يقترض المال كي يزوج حسان. فهمت الآن. ماذا تقصدين؟ لا لا شيء. أعدك يا جميلة برد هذا المال بعد هلالين بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا بعريسنا. حسان، كيف حال الزواج؟ مسؤولية كبيرة. هذا صحيح، وكلما مرت الأيام تزداد المسؤولية أكثر وأكثر. لهذا السبب جئت إليك اليوم. لأي سبب تقصد؟ المسؤولية. أي مسؤولية؟ الزواج. حسان، لقد تزوجت يا رجل، فماذا تريد الآن؟ أريد. حسان، إياك والزواج من الثانية. النساء. أنا لم أقصد هذا. ماذا تقصد إذن؟ أقصد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 حسان، لا 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 لا، لعلك تنوي الطلاق. لماذا؟ لماذا يا حسان؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. من قال لك إني أفكر في هذا؟ وجهك يا حسان يفصح عما بداخلك. بالمناسبة، هل رأيت وجهك في المرآة اليوم؟ انتظر لحظة، انتظر. ماذا تفعل؟ أريدك أن ترى بنفسك لون وجهك، إنه غير طبيعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسان، يجب أن تذهب إلى الطبيب. انظر إلى اصفرار العين. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر هنا، ربما يكون هذا مرض الصفار الذي لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا يصيبك. لا حول ولا قوة. حسن، بادر بالذهاب إلى الطبيب، وفي المساء إن شاء الله سآتي لزيارتك. ولكني كنت أريدك في أمر مهم. حسان، يمكن تأجيل كل شيء إلا الصحة. الصحة كنز وتاج على رؤوس الأصحاء. هيا بادر إلى زيارة الطبيب على قدميك قبل أن يأتي الطبيب إلى الدار وأنت غير قادر على الحركة. هيا يا حسان، هيا. تأكد يا أخي، تأكد. لولا أنني أقف في الدكان وحدي لجئت معك إلى الطبيب. كنت يا حسان، قلت لك كل شيء يمكن تأجيله الآن. وحتى لو أردت أن أذهب للطبيب فليس معي مال أدفعه. تلك هي المشكلة. تصدق يا حسن؟ تصدق؟ لو قلت لك إنني لم أبع هذا اليوم بدينار واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتدري يا حسن؟ تعال معي. إلى أين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دعك من السؤال، تعال معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك يا سعيد؟ الحمد لله يا أخي على كل شيء. أخي حسان. أهلا وسهلا بك يا حسان. مرحبا بك. إنه مريض وسيذهب للطبيب الآن، وأنت كما تعلم حال السوق. أنا لم أبع بدينار واحد منذ الصباح. ولكنني رأيت الزبائن أمام دكانك. جاءوا يستبدلون البضائع بأخرى يا أخي، وبعضهم جاء يسترد ما دفع، فأخذوا كل ما في جيبي. وماذا تريد مني الآن؟
بعد إذنك أريد 10 دنانير. أقترض منك الآن 10 دنانير وفي الصباح أردها لك إن شاء الله. هنا 10 دنانير أستطيع أن أعطيها لك الآن. شكرا، شكرا لك يا أخي سعيد. عندما تريد أن تردها لي عليك أن تضعها في نفس هذا المكان. غريبة، ولماذا لا أعطيها لك؟ يا حارثة، نفذ ما أقوله لك دون نقاش. سأفعل، سأفعل إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن، تفضل تفضل، هذه 5 دنانير. ولكنك لقد اقترضت 10، 5 لك و5 لي. ولماذا تقترض لنفسك؟ إنها فرصة، فرصة يا حسان. أنت لا تعلم ماذا يحدث لي. إنني أمر بأزمة، أمر بأزمة طاحنة وضائقة مالية شديدة. ولكني كنت أريد حسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن تذهب إلى الطبيب فورا. سنتحدث فيما بعد. ها، هيا اذهب. هيا. اقترب يا عسام، اقترب. أمرك يا سيدي. اجلس. عسام، أشعر أنك غير طبيعي اليوم، ماذا بك؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. كل هذا ولا شيء؟ صدقني يا سيدي، لا شيء. هل تخفي عن ابن أحمد ما يشغلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحدث يا عزام، قل ما في نفسك، قل. إنني إنك ماذا؟ إنني أمر بضائقة مالية لم أستطع التغلب عليها، وصاحب البيت يطالبني بسداد قيمة الإيجار أو أن أترك البيت. كل هذا التردد لأنك خجلت أن تطلب مني قرضا؟ نعم يا سيدي. قل، كم تريد؟ 100 دينار. تفضل يا عزام، هذه 300 لا أحتاجها الآن. اجلس. لكني أحتاج 100 فقط للخروج من الأزمة. 100 لسداد قيمة إيجار بيتك، و200 لاحتياجاتك. أنا بالفعل لا أحتاجها الآن ولله الحمد. إذن سأكتفي 150. 100 لي و50 تكفيني حتى آخر الشهر إن شاء الله. لقد طلبتها لأني عزم. أنا لا أريد معرفة تفاصيل الأمر الذي طلبت الاقتراض من أجله، هذا أمر يخصك أنت، وأنا أحمد الله أن سخرني لتفريج كربتك، فهذا فضل أرسلك الله لتتفضل به علي. سأكتب لك صكا بالمبلغ وأعدك برده بعد أسبوع واحد من اليوم إن شاء الله. لك ما تشاء يا عزام، الأمر متروك لنظرات إلى ميسرة. بارك الله فيك يا ابن أحمد، كنت خائفا أن تردني أو أن تعتذر لي. بل على العكس يا أخي، فقد أسعدني أنك تطلب ما معي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا عزام، القرض أمر جائز مباح ولا حرج فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض بكرا من الإبل ورد جملا خيارا وقال: إن من خير الناس أحسنهم قضاء. وماذا قال لك الطبيب؟ اندهش لزيارتي إليه، هو قال لي إنك أصح مني. ولماذا إذن أصر حارثة على أن تذهب للطبيب؟ الله أعلم، لقد وعدني بالزيارة في المساء وها هو حتى الآن لم يأتي بعد. ولن يأتي. في الحقيقة أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، ولكني مضطرة لذلك. ماذا تقصدين؟ قلبي يحدثني أن حارثة لا يريد إعادة حقك من ميراث أبيك. لا لا، لا أعتقد هذا. بما تفسر إذن أفعاله معك؟ ربما يكون بالفعل يمر بضائقة مالية. لا تصدق هذا. بل صدقي، لقد ذهبت إلى الدكان أكثر من مرة ورأيت بنفسي. رأيت بنفسك النقود تملأ درج مكتبي، ألم تخبرني بذلك؟ أخبرتك، ولكني وضحت لك الأمر. يا حسان، أنا لا أريدك أن تغضب، أريد أن أناقش الأمر معك في هدوء، فنحن شريكين في الحياة، وعلى كل واحد منا أن يخبر الآخر بما في داخله. أخي ليس لصا يا منيا. أنا لم أقل هذا ولا أجرؤ على قوله. لقد كان يستدين لي 15 دنانير ليحل مشكلاتي. هذا هو ما أردت أن ألفت انتباهك له، هل يكون محتاجا إلى هذا الحد؟ ربما، ثم علمي أني على يقين من أنه سيعيد إلي ميراثي وسيأتي إلينا اليوم كما وعدني. أرأيت؟ ألم أقل لك؟ ها هو قد جاءني كما وعدني. عزام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت أقدم اعتذاري لعدم حضور حفل زواجك. شكرا يا عزام، شكرا. ولما كل هذا؟ لأن ظروفي منعتني أن أحضر حفل زواجك. ولكن يا أخي، العيب كله العيب ألا أحضر حفل زواجك، فنحن أصدقاء منذ زمن بعيد. وما منعك عن الحضور؟ أحياناً الظروف تكون حائلاً بين الإنسان ورغباته. لم أفهم. أنا جئت لأقدم التهاني، مبارك إن شاء الله. شكراً يا عزام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن كيف عرفت هذا يا أختاه؟ حالته أوضحت لي الحقيقة، فزوجها يمر بضائقة مالية شديدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أنه اضطر إلى الدين كي يسدد نفقات زواج حسان. يا جميلة، يا أختاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وما دمنا قد علمنا أن حارثة يمر بضائقة مالية، أصبح لزاما علينا أن نساعده ونقف بجواره. لهذا السبب أقرضت زوجته، لقد كانت تشكو مر الشكوى وتؤكد أنه ليس في بيتها طعام أو شراب، رغم أن زوجها حارثة تاجر كبير في السوق. يا جميلة، الله أعلم بأسرار الناس والبيوت. لهذا وافقتها مباشرة على أن أقرضها، رغم أنها لم تسدد ما عليها من قبل. خيرا فعلت مع زوجته، أما أنا فعلي أيضا أن أفعل أي شيء معه. هل تريد أن... نعم، أريد أن أساعده، أريد أن أساعده يا أختاه. ولكن سأرى إن كان في مقدوري أن أساعده ليستعين على أمور تجارته حتى تستقيم أموره، وأنا على يقين من أنه سيقدر لنا هذا الموقف ولن ينساه أبدا، وسيرد إلينا أي مبالغ يقترضها منا حتى يستعيد وضعه المالي. ولكنه ربما يحرج أو يعتذر. أنا لن أنتظر حتى يطلب مني. أولا سأستشف الأمور، بل ربما ذهبت إليه وعرضت بنفسي عليه أن أقرضه. نحن جيران
وإخوة في الله. افعل ما تشاء يا عمران. انقاذ الليل ولم يأتي حارثة. لابد أن شيئا ما قد منعه. صدقني يا حسان، صدقني، إنه يهرب منك. لو كان يفعل هذا ما اقترض المال من أجلي. وهل هي عادة جديدة عليه؟ الاقتراض؟ نعم، متى لم يقترض، سواء لك أو لغيرك، هو حتى لاحتياجات بيته يقترض، والأشياء التي لا يحتاجها أيضا يقترض. لا أظن أن في الناس من يفعل هذا لولا حاجته الماسة له. نحن مثلا رغم حاجتنا ولا نفكر أن نقترض من أحد. بل في الناس من يفعل هذا وأكثر، فبعض الناس يا حسان يحبون الاقتراض حتى وإن كان معهم المال. وهل يقبل أحد أن يزل نفسه بهذا الشكل؟ العوز والاضطرار هما السبب في طلب القرض. لا أظن أن أخاك يمر بضائقة مالية كما يقول لك، فهو معروف بين الناس بحبه للاقتراض. منيا، كفاك حديثا في هذا الأمر. ستثبت لك الأيام صدق ما أفكر فيه. لا، لن يحدث هذا، فحارثة تاجر معروف ورجل لا يشك في أمانته، والتاجر عادة ما يشغل أمواله هنا وهناك، وقد يضطر للاقتراض من الناس كما يضطر بعض الناس للاقتراض منه. أنا لا أريد أن... أرجوك يا مونيا، كفاك حديثا في هذا الأمر، وهيا أعدي لنا الطعام الآن. أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة يا أخي، هذا القمح اشتريته منك بالأمس، ولما عدت إلى بيتي وجدت زوجتي قد اشترت قمحا مثله. وما لي وزوجتك؟ لا حاجة لنا بهذا القمح. ولماذا لم ترد القمح الذي اشترته هي؟ القمح الذي اشترته زوجتي أقل منه سعرا وأفضل منه. اختصر، ماذا تريد الآن؟ خذ القمح وأعطني ما دفعت من ثمن. ومن يثبت لي أن هذا القمح هو نفسه الذي أعطيته لك بالأمس؟ يا أخي، القمح أمامك، يمكنك أن تفحصه وتعينه وتزنه. لا لا لا، أنا غير موافق على هذا. يا أخي، اذهب إلى زوجتك واجعلها هي تعيد القمح للتاجر الذي اشترته منه. عيب، عيب عليك يا رجل، يجب ألا تستمع إلى رأي النساء. ومن قال لك إنني أستمع إلى رأي النساء؟ الأمر واضح، لقد أرغمتك على إعادة القمح لي، أما أنت فلم تستطع إرغامها على أن تعيد القمح الذي اشترته هي. الأمر لا يحتاج إلى نقاش كثير، خذ القمح وادفع لي ما دفعت من ثمن. هكذا، هيا، ليس لدي وقت كي أضيعه مع أمثالك. هيا، لا تمد يدك علي. قلت لك أغرب عن وجهي. وأنا أحذرك ألا تمد يدك علي. أتهددني؟ ماذا يحدث هنا؟ هذا الرجل يهددني ويتوعدني. أنا لم أفعل ذلك. بل فعل، سأخبرك يا سعيد. هذا الرجل أخذ مني قمحا وذهب به إلى داره وبدله بقمح آخر، والآن جاء ليعطيني هذا القمح المغشوش ويأخذ النقود التي دفعها. أرد القمح يا رجل. ها هو. وأين القمح الذي تبيعه للناس؟ ها هو، جميل ونقي. ها هو. إنه نفس القمح يا رجل. الحمد لله، لن نوافق على رد البيع مرة أخرى. انتظر يا أخي لأشرح لك الأمر. تفضل. هل يعقل أن تسمع لهذا المحتال وتكذبني؟ يا حارثة انتظر، أريد أن أسمع منه الأمر. يا سعيد، لقد أخبرتك بكل شيء. أكمل يا رجل. لقد اشتريت هذا القمح من هذا التاجر، ولما عدت إلى بيتي وجدت زوجتي قد اشترت قمحا مثله، فجئت لأعيده إليه، لأن القمح الذي اشترته زوجتي كان أقل سعرا وأجود نوعا. بكم باعك هذا القمح؟ بعشرة دنانير. يا حارثة، خذ منه القمح وأعطيه العشرة دنانير. لا، لن أفعل ذلك. الرجل يبدو عليه الوقار، ولا أظن أنه يحتال عليك. لا،
بل هو يفتعل ذلك. يا حارثة، كنت ترضى بحكمي خذ منه القمح واعد عليه المال. المشكلة أنني لم أبع بدرهم حتى الآن. رجل يريد ماله. اسمع يا هذا، سأرد لك القمح، ولكن عليك أن تعتبر المبلغ الذي عندي قرضاً أسدده لك آخر الشهر. أنا لا أعرفك حتى أقرضك. إذا كنت قد تذللت لك ساعة كي أرد لك هذا القمح، فلا بد أن أتذلل شهراً كي آخذ قرضي. أرأيت؟ أرأيت؟ يريد أن يعقد الأمر. إنه يريد حقه. هل أقرضتني المبلغ يا سعيد؟ أنا أحتاج هذا المال لأتخلص من هذا الرجل. للأسف ليس معي مال الآن. أرجوك يا سعيد، تصرف. اسمع، اذهب إلى دكاني وعند نفس المكان ستجد 10 دنانير، خذها وأعطها لهذا الرجل. إذا كان الأمر كذلك، هيا بنا، هيا هيا. أيهزأ مني سعيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل وجدت الدنانير؟ لا. كيف هذا؟ إنها موضوعة في مكانها. فتشت عنها في كل مكان ولم أجدها. يبدو أن أحداً قد اقترضها ولم يردها. وهل تظن أن أحداً يجدها ثم يردها؟ تعرف يا حارثة، أنا أضع هذه الدنانير في مكانها منذ سنوات طويلة، فيأتي إلي من يطلب القرض فأقول له خذها ثم أعدها بنفسك في ذات المكان، ولكن يبدو أن أحدا أخذها ولم يعدها مرة أخرى. اسمع يا رجل، اذهب وعد إلينا بعد ساعة، فربما يكون التاجر حارثة قد فتح الله عليه ورزقه من حيث لا يحتسب. أرجو يا سيدي أن تكون هنا بعد ساعة من الآن. دكاني أمامك، تعال إلي أولا ثم نأتي معا إلى هنا. هيا. أشكرك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يا حارثة، هذا قمح رديء لا يباع ب10 دنانير. أنا اشتريته هكذا وأبيعه هكذا. لا أدري لماذا تشوه صورتك أمام الناس في الوقت الذي يمكنك فيه كسب حبهم وثقتهم. يا حارثة، أنت تعرف أنني أحبك وأحب لك الخير. لو أنك تحب لي الخير لشاركتني في تجارتي ودعمتني بالقرض الذي أطالبك به، ولكن لأنك تعرف مدى حرصي على رضاك فأنت تتعبني دائما يا سعيد. إنما أريد أن أملأ يدي منك ومن حسن تصرفك. النقود التي في الصندوق ليست ملكي أنا، إنما هي ملك أخي حسان. ها هو حسان قد أتى. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس. حسان، كيف حالك؟ ماذا فعلت عند الطبيب؟ صدقني كنت أنوي زيارتك بعد قليل، لكن الظروف الظروف حالت بيني وبين زيارتك. المهم قل لي، ماذا فعلت عند الطبيب؟ هل وصف لك دواء أم طلب منك الراحة؟ طلب منك الراحة، أليس كذلك؟ بلى بلى بلى، هو طلب منك الراحة. سعيد طلب منه الراحة، ومع ذلك جاء وتحامل على نفسه وأتى إلى هنا. إذن لابد أنه أتى إلى هنا لكي يسترد أمواله. أموالي؟ نعم، قبل أن تأتي إلى هنا أخبرني أخوك حارثة أن كل الأموال التي هنا إنما هي أموالك أنت.
أموالي أنا؟ نعم أموالك، ألست شريكي في التجارة؟ إذن هي بالطبع أموالك. ولا تنسى يا حسان أن تعطيني 10 دنانير. 10 دنانير؟ نسيت يا رجل أن أخاك بالأمس قد اقترض مني 10 دنانير لكي تذهب بها إلى الطبيب. نعم تذكرت، ولكنه ماذا يا حسان؟ لقد أخذت منه 10 دنانير وأعطيتك إياها. سعيد، خذ يا سعيد، خذ هذه 10 دنانير، لا تنقص دينارا واحدة. اذهب يا حارثة وضعها في مكانها حتى تجدها مرة أخرى إذا أردت الاستدانة. ولا تنس أيضا أن تعطي أخاك حسان أمواله التي جاء إليك يستردها في الوقت المناسب. حسنا. أنا لست مصدقة لهذا. بل صديقي، ها هي أمامك. لقد دخلت عليه الدكان فوجدته يحدث أحد التجار عن ميراثي ونصيبي في تجارته، وقرر أن يعطيني هذه النقود إلى أن نجلس معا للحساب. حقا، إن بعد الظن إثم. إنه أخي وأنا أعلم الناس به. يكفي أنه منذ أن توفي والدنا وهو يرعى التجارة وحده. حارثة طوال عمره يريد لي الراحة ولا يريد لي العناء. يا لها من كارثة. 500 دينار تضيع في لحظة واحدة. يا لها من كارثة، وأي كارثة. ليتني أغلقت هذا قبل أن يأتي الرجل بقمحه. ليتني دفعت 10 دنانير وأخذت القمح منه. يا للكارثة. ثم ما الذي جعلني أخشى التاجر سعيدا وأهتم بمظهري أمامه؟ حسنا يا سعيد، إن لم أقترض منك 1500 أين يا حرقتي؟